الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أصحاب المعالي والفضيلة، أصحاب السعادة، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات التعليم العالي، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، حفظهم الله وزادهم محبة وتوفيقا، وهم يتابعون مؤتمراتكم العلمية بكل حرص ورعاية. تلكم المؤتمرات التي أضحت إشراقات مستقبلية مضيئة توعد بكل خير، ومنذ انطلاقتها الأولى في عاصمتنا الرياض، ثم مروراً بمدينة جدة، ثم مدينة الخبر، ثم بمكة المكرمة، ووصولاً إلى محطته الخامسة وهي تستقطب النخب الطلابية والقدرات المتميزة المتنامية من الأجيال البناءة القادرة على المشاركة الفعالة في تشييد الوطن وخدمة المجتمع ومواكبة التطور العلمي المتنامي لإعداد جيل مستنير متمكن قادر على العطاء المبدع والإنتاج المتفوق. وها نحن اليوم نواصل عبر هذا المؤتمر فتح آفاق جديدة ترسم مستقبل أبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وتمهد طريقهم بتعميق روح الإبداع والابتكار لديهم ودفعهم في منافسة بناءة للمشاركة بشكل عملي في خدمة مجتمعهم وتنمية اقتصاده المعرفي من خلال محاور المؤتمر وفعالياته، ولا سيما أن محور الابتكار وريادة الأعمال غدا محوراً رئيساً لهذا العام، ويصاحبه معرض زاخر بالمشاريع النوعية والابتكارات الطلابية، وذلك انطلاقاً من أهمية الابتكار وريادة الأعمال وكونهما نتاجين حقيقيين للمعرفة وتحويل التحديات إلى فرص لإيجاد المعايير المطلوبة والحلول الإبداعية لها، مستقاة من البيئة المحلية ومبنية على أسس علمية سليمة. ويوظف المخزون المعرفي لدى طلاب وطالبات التعليم العالي بشكل أمثل للنجاح في سوق عمل يتميز بالتطور والتغير المتلاحق، ويستند على القدرات العقلية والإبداعية والتكيف مع المستجدات التقنية العالمية السريعة المتلاحقة. وبالنظر إلى أن مؤسسات التعليم العالي وهي المحضن الأول للابتكار والبحث والتطوير، فقد اتجهت الوزارة إلى العمل على نشر ثقافة وفكر الابتكار وريادة الأعمال، ثم سعت إلى احتضانها عبر أودية التقنية التي تهدف إلى احتضان المشروعات الابتكارية، ثم تحويلها لمنتجات وخدمات تدر عوائد اقتصادية وتحقق مكاسب اجتماعية بإحداث واقع جديد تنموي يسهم في رفع مستوى المعيشة ويزيد في إنتاجية الأفراد. لقد أصبح هذا المؤتمر
بمختلف فعالياته، وبحمد الله تظاهره علميه كبرى على مستوى جامعات مملكتنا الحبيبه الحكوميه والاهليه، ينتظرها الجميع بشغف من عام الى عام، لنرى فيها ما يبهر من ابداعات ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات التعليم العالي. فنفخر باطروحاتهم العلميه وابتكاراتهم الطموحه وافكارهم الرائده التي تظهر مدى تحقيقهم لرؤيه المؤتمر. وليس أدل على ذلك من مفخره اختيار 200 ابتكار للعرض في دوره هذا العام وحده، من بين اكثر من 700 مشاركه مرشحه للمؤتمر. إن قضية الإصلاح والارتقاء والتحسين بمستوى التعليم العالي لم تعد قضية ثانوية على المستوى العالمي، أو قضية مرتبطة بفترة زمنية محدودة، وإنما أصبحت قضية الدول والمجتمعات كلها. وصدق من أطلق عليها القضية الأم في القضايا جميعها، إذ إنها الحل المنشود لمشكلات التنمية والنهضة والفقر والبطالة والأمن والسلام. وإننا في وزارة التعليم العالي إذ نعمل جاهدين وبإخلاص على استمرار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مملكتنا من خلال الخطط والاستراتيجيات المتنوعة، لنجد في هذا المؤتمر ثمرة لتلك المجهودات، ونلمس من خلاله أن النقلة النوعية التي نسعى إلى تحقيقها قد باتت بفضل الله متحققة في كثير من الجوانب، وأننا بدأنا مرحلة جديدة تعد قفزة موفقة إلى الإبداع المعرفي بإعداد جيل قيادي متميز من شباب هذا الوطن وشاباته، قادر على حمل الأمانة وتأديتها. إن الدعم الكبير الذي تلقاه وزارة التعليم العالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين هو المحرك الأساسي لتطبيق خططها واستراتيجياتها الهادفة لبناء الإنسان في المملكة العربية السعودية على أسس علمية متينة للوصول إلى مجتمع المعرفة. وتأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر العلمي لتؤكد هذا الدعم المستمر والتشجيع من منطلق الحرص على تحقيق تلك الأهداف وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، جيل يمتلك من المهارات الفعلية والقدرات العقلية والسلوك الحضاري الملتزم بالقيم الخالدة لبناء مستقبل أكثر خيراً وأمناً إن شاء الله للأجيال القادمة من أبناء وبنات هذا الوطن الذي نفتخر ونعتز بانتمائنا إليه. أشكر كل من أسهم في التخطيط والإعداد والتنفيذ لجعل هذا المؤتمر يستمر بهذه الروح الإبداعية المتميزة، فيبدو متألقاً بالعلم والابتكار، يلتقي فيه الطلاب والطالبات من شتى جامعاتنا في تنافس شريف يرتقي بهم جميعاً نحو تقديم الأكثر تميزاً. ويسرني أن أتوجه إلى أبنائي وبناتي طلاب وطالبات التعليم العالي بالشكر، وأقول لهم إنكم مستقبل هذا الوطن، تصنعونه بطموحاتكم وآمالكم، فلتكونوا أبناءه المخلصين الأوفياء لماضيه المجيد وحاضره المعطاء، والبنات المؤمنين بمستقبله ورفعته بين الأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.